قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. كفو إلا قدها، كفو إلا قدها، كفو إلا قدها. وخو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في سكاي زون أول مكافأة ورحلة جميلة مع فريق قدها في برنامج الورقة الرابحة. تعال 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 تعال، عطار الورقة الرابحة. صدناك صدناك صدناك. معليش معليش، فعاليات فعاليات عادي. تعال عبد الله تعال. ما هي يعني شعورك كذا وأحاسيسك وأنت مستانس؟ فرحة تعم الجميع. يا سلام عليك. بعد 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 توعدنا بايش الاسبوع الجاي في البرنامج؟ البي بي ان شاء الله. ما يحتاج ما يحتاج. الفي اي بي، حنا تعبنا من هاللعبة، ودكم نغيرها نجرب لعبة ثانية؟ كمان جايز نبيها افعال. هاي مبارك. وش يا مبارك؟ وش صراحة اشتقنا الكف. ام عاد ايش رايك يا فراس؟ انا ما اشتقت انا ولا صح الاحمري. اي صح ابي. ايش رايك يا عبد العزيز؟ والله مسكين بدر يحب الالعاب كذا والنط مطاح. والله يا اخي تشرب مسوي فنان مسوي طرزان اصيل. من زمان ما طقيت معه. والله انا تركي القصير، تدرون شلون؟ امسك شوي امسك. تستاهلون. يلا يا الاحمري بسرعه نطنط. يلا دق على تركي. كل بدون بسرعه. الو الو الاستاذ تركي القصير. لا 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 لا، كفو ولا قدها، كفو كفو ولا قدها، ولا اقول لك قدها، كفو ولا قدها، خلونا نشوف. كفو حي الله فريق كفو. احييك احييك. ايش فيكم؟ يوم فزنا ما في جوائز، الحين جت الجوائز سبحان الله. ايش فيك يا اصيل تقل من ضايق؟ ها؟ يعني مستانس انت؟ بدك تصير معنا صح؟ انا معكم اصلا. جهزوا الافكار واخطفوا الانظار، اشعلوها نار خلوها اعصار. كفو الا قدها، كفو الا قدها، كفو الا قدها، من ورقتنا رابحه. طيب شباب اللعبه هذه اسمها ديج بول. حلو. اللعبه فريقين تقسم يمين ويسار، احنا بنقول فريق كفو يمين وفريق قدها يسار. جميل. اللعبه لما الكوره تصقع فيك حلو تطلع في خط هنا في النص لونه احمر، اللي يتعدى الخط يطلع. ليه؟ لانك دخلت ملعب الفريق المنافس. جميل. وما تلعب الكره الا وانت داخل المربع. لما تكون فوق الحاد او الحاجز لعبتك تكون خاطئه. جميل. لكن كرما من سكاي زون عندكم لاعب واحد محترف راح يدخل معاكم بالفريق. بدأت المباراة الآن بين كفو وقدها. اوه هذه الكرة الأولى والكرة الثانية عند جهاد. هنا فريق محمد الأحمري يطلع من فريق كفو. اوه هنا الثاني فريق كفو. أصيل القحطاني الآن يأخذ الكرة. أصيل برا أصيل برا 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 برا. الله جهاد جير أوت. جهاد جير أوت. هنا 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 هنا. كفو ولا قدها، ولا أقول لك قدها، كفو ولا قدها، خلونا نشوف. هذا اللي فالح فيها كابتن تركي سكاي زون اللي تفوزون. ها حبيبي احنا نفوز بالميدان مو بس بسكاي زون. بس إذا أعطيناكم فرصة أكثر من مرة والجمهور جاملكم 50,000 مرة، طيب وبعدين؟ لا ما جاملنا، هو قاعد يشجع الفريق الكفو اللي هو كفو بس. هو قاعد يتعاطف مع الفريق الكفو اللي هم أنتم والعفو. إيه ما يحتاج نقول الأسبوع اللي راح وش صار. ما يحتاج نقول مين اللي خذاها الأسبوع الأول. إيه حنا ماخذينه. يعني بعد تنسى تترقع وتنسى إن اللي مخذينا الأسبوع الأول يا أبو الشباب. عاد لا تفلها. يلا بعد أنت تفوز وتنسى على كيفه. إيه حنا الأسبوع الأول. كابتن مقر الفي آي بي الأسبوع الأول كان لمين؟ سمعني. أخذها الأسبوع الأول وحنا الأسبوع اللي راح صرنا بالفي آي بي. هذا هو الأسبوع الأول. كابتن الأسبوع الأول كانت لنا ترى. لنا حنا الأسبوع اللي راح حنا أول أسبوع. أقول لك الأسبوع الأول كانت لنا. كيف لكم من اول اسبوع؟ يعني من قبل ما تبدون اعطوكم الفي اي بي؟
اقول لك تركي لا تقعد تستهبل عاد الجمهور شايف وكل شيء على الشاشه الاسبوع الاول لنا دهنك تقول الجمهور شايف خلاص جمهورنا الاسبوع الاول عندي صح متعود يتعاطفون مع الجمهور صح تدرون شلون هذا والله ما يخلص ملاقه 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 كش علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.